مستعان. عفوا. لا بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلنبدأ الدرس الأول في دراستنا لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وأيضا رواه عن أبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهما بثلاث وصايا مهمة، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي دروسنا بعد المغرب أخذنا شيئا من معاني هذه الوصايا، وبدأنا بالوصية الأولى التي هي اتق الله حيثما كنت. فهذه المعاني وما يستفاد منها من المواعظ نأخذها في هذا الدرس. أما في درسنا الليلة سندرس هذا الحديث بإذن الله تعالى، ونستفيد منه الفوائد اللغوية. الفوائد اللغوية نستفيد منه الفوائد اللغوية. نعم، من حفظ الحديث؟ أبو معاوية. طيب، لحظة، أحسنت. وأتبع نعم، وأتبع السيئات الحسنة تتمها، أحسنت. وغيره حفظته؟ نعم، جندب بني الحسنات تمحوها. حسن، أحسنت. أبا معاوية، أبا معاوية تفضل. نعم، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رواه الترمذي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هناك يعني في كلام المحدثين في روايته من الحديث يقولون مثلا: أنا معاذ بن جبل قال رسول الله، صح؟ لكن يعني هناك كلام محذوف لا يكتب لكنه ينطق، وأنه عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أنه قال، أو عن معاذ عن رسول الله أنه قال. أنه ليس مكتوبا، هذا اللفظ ليس مكتوبا، صح، في الحديث. لكننا عندما نروي الحديث أو عندما نقرأ الحديث، نقرأه لا نكتبه، ولكننا نقرأه. هذا من مذهب أو منهج المحدثين. هذه أشياء يعني مختصرة، لا تكتب لكنها تنطق. تقول: أنا أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. أنه ليس مكتوبا،
لكننا عندما نقرأ نقول أنه قال. فهمتم هذا؟ أنه قال، نعم، أنه قال، نعم هكذا. بارك الله فيكم. ما فيكم. شيء جمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. أنه قال. نعم. اتق الله حيثما كنت. و اتبع السيئات الحسنة تنبها. وقالت الناس أحسنت، بارك الله فيكم. تريد؟ نعم. لا، المعلومات موجودة، المعلومات موجودة في تيليجرام، كل شيء في تيليجرام. نعم، هذا منهجنا، منهجنا أن عندنا قناة في تيليجرام والمعلومات كلها موجودة، فكل واحد يعني يستطيع أن يجدها. نعم، هناك. نعم، فالأول أو الفائدة الأولى يعني نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتقي، هذا فعل أمر صح؟ من أي فعل؟ من فعل؟ لا، من أي فعل؟ فعل أمر من؟ اتقى. اتقى صح؟ اتق نعم. الله، اتقى، اتقى. طيب المضارع، المضارع اتقى يتقي، والأمر اتقي، والمصدر اتقاء، اتقاء، اتقى يتقي، اتقي اتقاء. اتقى ما وزنه؟ ها، أحسنت، وزنه افتعل، وزنه افتعل. طيب إذا ما هو الجذر؟ الجذر الثلاثي، ها؟ لا، الجذر ها؟ وقع 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 وقع، أحسنت، الجذر هو وقع وقع، أصله وقايا، وقع. والمضارع يقي يقي، والأمر قيه، والمصدر قاية. وقاية، و وقيا أيضا. وقى يقي قيه وقاية، ما نوع هذا الفعل؟ وقى، ما نوع هذا الفعل؟ الصحيح هو أم معتل؟ معتل. ناقص. ما نوع اعتلاله؟ ناقص. هل هو ناقص؟ ناقص، ليس بناقص. ها، هو ناقص من جهة ومثار من جهة، وهذا الفعل يعني له اسم خاص، ها، المفروق، يعني صح، اللفيف، اللفيف المفروق، هو لفيف ومفروق. فأول شيء يعني هذا الفعل ماذا؟ معتل. ما نوع الاعتلال؟ هو اللفيف، واللفيف أيضا قسمان أو نوعان، ما نوع اللفيف؟ المفروق. المفروق يعني لماذا يسمى مفروقا؟ أو أولا لماذا يسمى لفيفا؟ أو ما هو اللفيف؟
ما هو الفعل اللفيف؟ ها، الفعل الذي وقع فيه حرفان من حروف العلة، تذكرون هذا؟ نعم. الحرف الفعل الذي وقع فيه أو في أصوله حرفان من حروف العلة، نعم. فهنا فرق حرف صحيح بين حرفي العلة، فهذا لفيف مفروق، نعم، لأن القاف حرف صحيح، والواو والياء والألف هذه أصلها ياء، حرفان من حروف العلة، صحيح؟ فهذا فعل لفيف. طيب، ما وزن وقع؟ ها؟ ما وزن وقع؟ فعل. فعل. يعني هناك فوائد كثيرة، يعني حتى هنا يعني فوائد مختلفة والعديدة، نبدأ بشيء منها، بشيء منها، يعني فوائد لغوية. نعم، إذا وقع على وزن فعل، فالواو، الواو فاء الكلمة، والقاف عين الكلمة، والألف المقصورة هذه لام الكلمة، لام الكلمة. إذن الآن نريد أن نضع وقع على وزن افتعل. إبراهيم، على وزن افتعل، افتعل، افتعل. فأين الواو؟ أين فاء؟ ما هو الفاء؟ واو، الفاء، أحسنت. طيب، والعين؟ قاف. العين قاف. طيب، واللام؟ ألف مكسورة، صح؟ أحسنت، ألف مكسورة، نعم. والألف والتاء زائدة للوزن، صحيح؟ نعم، هكذا. إذا نقول ماذا؟ يو، لأن حمزة، عفوا، السكون، يتقى، 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 صحيح؟ نعم. إذا يعني وقع على وزن افتعل، يتقى. هل هذا فيه سهولة في النطق؟ هل هذا سهل؟ لا، يتقى، يتقى، لا، هذا فيه صعوبة، والعرب لا تحب الصعوبة في كلامهم، صح؟ نعم، أو في كلامها، نعم. فهم يغيرون أشياء. إذا الآن نريد أن ندرس هذا الوزن، ومن شيئا من خصائص وزن افتعل، ومن هذه الخصائص أنه إذا كان فاء افتعل، إذا كان فاء افتعل واوا قلبت تاؤه، عفوا، قلبت الواو تاء. إذا كان فاء افتعل واوا قلبت الواو تاء، نعم، فهمتم هذا؟ فماذا نقول؟ اتقى، اتقى. ما هي القاعدة؟ القاعدة هنا، القاعدة تقول إذا كان فاء افتعل واوا قلبت الواو تاء، فإيو اتقى يصير اتقى، فهمتم هذا؟ اتقى. إذن وعندما تكون أو عندما يكون هناك حرفان من جنس واحد، ماذا نفعل بهما؟ يدغم الأولى الأول في الثاني، يدغم الأول في الثاني، صح؟ ونكتب الشدة، فنقول ماذا؟ يسير الفيل على هذا الشكل، اتقى، فهمتم؟ اتقى. هذا وزن افتعل، أصله اتقى، اتقى،
فقربت الواو تاء وأدغمت في تاء افتعل فصار الفعل اتقى. فهمتم هذا؟ المهم هنا أن نفهم هذا ونفهم الوزن. إذا قيل لك ما وزن اتقى ماذا تقول؟ افتعل افتعل. ما أصل اتقى؟ يوتقى. لأن أصل لأنه من الوقاية. اتقى من الوقاية يعني أصله من وقى وقاية فأصله يوتقى. نعم فهمتم هذا؟ إذا من القواعد المفيدة في هذا الباب أن نقول من خصائص من خصائص وزني افتعل من خصائص وزن افتعل. ما معنى خصائص؟ الخصائص جمع خصيصة. الخصيصة يعني الفصلة التي تكون في شيء يختص به. خصيصة بالإنجليزية specific. أه؟ Is it specific? Specific quality. خاص يعني specific لكن خصيصة يعني صفة مخصوصة. ها صفة مخصوصة يعني features. نعم نعم أحسن هذا أقرب يعني features يعني specific qualities. من خصائص وزن افتعل يعني هذه أمور هي موجود في افتعل وليس موجود في غيرها من الأوزان. هذه أشياء ليس موجودا في أفعل ولا في فعل ولا في فاعل وإن فعل هي موجود فقط في افتعل. فهذه الخصائص يختص بها وزن افتعل. فهمتم؟ واضح؟ نعم واضح. تمام؟ These affairs that only are found in this wasn, no other wasn. الخصائص خصائص الشيء يعني the specific features or qualities of something. طيب؟ فلا نتحدث عن خصائص افتعل هذا الوزن. فهمت؟ يعني هذه الأشياء تختص بهذا الوزن ليس موجودا في غيره من الأوزان. ليس يعني هذه الأشياء موجودة في غيره من الأوزان. تقول يعني وزن افتعل. طيب فأولا نقول القاعدة الأولى إذا كان فاء ماذا؟ فاء افتعل. إذا كان الهاء يعود على افتعل. إذا كان فاؤه واو أو ياء أو ثاء قربت هذه الأحرف تاء وأود زيمات في تاء افتعل. هذه الأحرف تاء
يعني هذه أحرف يعني الواو والياء والثاء. نعم قربت هذه الأحرف الثلاثة تاء ثم أدغمت التاء هذه المقلوبة في التاء افتعل. مثلا وصل وصل يصل صل وصلا ووصولا صح وصل وصل نريد وصل على وزن افتعل من أول الأمر حتى نرى الخطوات حتى نرى الخطوات اتصل أو ها اتصل. ماذا اتصل يعني هذه النهاية نريد الخطوة الأولى افتصل أيوة أو أحسنت دكتور عبد الله مرحبا إيو تصل أصله إيو تصل يعني أنا على وزن افتعل من الوصل أو من الوصول فالواو فاء الكلمة والصاد عين الكلمة واللام لام الكلمة لام الكلمة. طيب القاعدة لها خطوات ما إذا كان فاؤه واوا مثل هنا الفاء واو فماذا فاء افتعل هنا فاء افتعل واو فهذا هو الشيء هو واو. ماذا نفعل قربت هذه قربت الواو تاء هذه الخطوة الأولى أن نقرب الواو تاء صح أن نقرب الواو تاء فماذا نقول إت هكذا تاء صلا اتصل نعم ثم أضغم التاء الأول أضغمت التاء الأولى في الثاني في الثانية والأحسن أن نقول كانت فاؤه اصبروا علي إذا كانت فاؤه واوا أو ياء أو ثاء قربت هذه الأحرف تاء وأدغمت في تاء افتعل. إذن هنا ماذا نقول كيف نكتب يعني هذه ستدغم في هذه لأن نحن الآن هنا قربت هذه أحرف تاء هذا هنا وأدغمت في تاء افتعل أدغمت في تاء افتعل فماذا نقول أو كيف نكتبه مع الإدغام بالشدة فنقول اتصل اتصل فهمت اتصل اتصل صرف اتصالا أحسن اتصل يتصل اتصل اتصالا والفعل الذي معنا من وقع اتقى الفعل الذي معنا في الحديث اتق الله حيثما كنت أصله اتقى ثم نقلب الواو تاء فتقول اتقى ثم تدغم في الثانية فتقول اتقى 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 يتقي ها اتقى يتقي يتقي اتقي اتقاء فهمتم هذا؟ هذا مع الواو هذا مع الواو. طيب كيف لو كان بالياء مثل ماذا؟ من اليسر من اليسر ماذا نقول تسرى تسرى صح تسرى تسرى معي يعني الياء فاء والسين عين والراء لام تسرى واضح تسرى هذا الأول ماذا نعمل نقرب الياء تاء الياء الياء تاء فنقول اتسر ثم تدغم
الأولى في الثانية والنهاية هكذا. اتصر يتصر تصير اتصارا. اتصر ما وزنه؟ افتعل. افتعل. كل هذا من خصائص وزن افتعل. نحن ندرس خصائص وزن افتعل. واضح؟ فهمت؟ اتصر. طيب والثاء؟ الثاء مثل يعني كلمة ثغرة. الثغر يعني الخلل في الشيء، وأيضا الثغر ثغور أول الأسنان. المهم الآن ليس المعنى، المهم الآن أن نفهم الوزن ويأتي بعد ذلك فهم المعنى. ثغرة ثغرة على وزن فعل، على وزن فعل. طيب نريد ثغرة على وزن افتعل، ماذا نقول؟ افتغرة. افتغرة 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 يستغير استغير استغارا. ها المخرجان متقاربان، والقاعدة تقول إذا كان إذا كانت فاء افتعل ثاء قلبت الثاء تاء، فماذا نقول؟ هل نقول افتغر أو نقول اتغر؟ صح، اتغر. ثم نضغم الأولى في الثانية فنقول اتغر هكذا. اتغر. صرف. اتغر يتغير التغير اتغارا. أنت اتغر يتغير التغير اتغارا. فهمتم القاعدة الأولى من أو الخصيصة الأولى من خصائص افتعل؟ نعم. أحمد فهمت؟ نعم. يعني عندنا وزن افتعل، افتعل إذا كان الفاء واو هذا فيه صعوبة. إيود مثلا وصل، إيود اتصل، إيود اتصل. كيف نتخلص من هذه الصعوبة؟ نقلب الواو تاء فنقول اتصل اتصل. التاء هذه هناك تاء اتصل، صح؟ اتصل هناك تاء فاء الكلمة وتاء الوزن افتعل. التاء الأولى هذه ليست أصلا أصلية، هي أصلها واو، وإنما قلبناها تاء لصعوبة النطق بهمزة الوصل والواو الساكنة. فهمتم هذا؟ فأقرب شيء وأسهل شيء التاء فنقول اتصل. فهمتم هذا؟ اتصل. المهم أن تعلم اتصل على وزن افتعل، وأصله وصل. وصل اتصل من الوصول، من وصل وصل. إذا كان من وصل إذا اتصل على وزن افتعل افتعل. واضح؟ ها؟ نعم. قلبت الواو تاء. اها بالانجليزيه قلبت الواو تاء. The wow turns into a ta. 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 Follow it? Femto? Mazid? ها؟ أو أنت متعب؟
تريد أن تنام؟ تريد أن تنام؟ لا؟ طيب إذن هنا نقول ماذا؟ كتبتم؟ التسجيل موجود، هذا يكتب، وهذا في الدفاتر ويحفظ. نعم. من استطاع أن يحفظه. نعم نعم نعم. متى؟ الواو والياء والثاء تقلب تاء في وزن افتعل. إذا كان فاء وافتعل واو أو ياء أو ثاء، تقلب الواو والياء والثاء تاء، ثم تدغم في تاء افتعل. بمعنى لا نكتب تاءين، نكتب تاء واحدة بالشدة، وننتقها مرتين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. ها؟ صعب؟ سهل. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا طريق طالب العلم. آمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من فوائد هذا الحديث أن من أخلص في طالبه فإن الله يسهل له حصول أو تحصيل العلم، يكون سهلا له. لكن العلم الثقيل أحيانا فيه صعوبة، لكن من اصطبر من اصطبر وصل إن شاء الله. ما وزن اصطبر؟ تعالى. ها طيب، هنا نبدأ درس الثانية بالسؤال. الآن نحن في القاعدة الثانية، نبدأها بالسؤال. متى تقلب تاء افتعل طاء؟ متى تقلب تاء افتعل طاء؟ هل تقلب تاء افتعل طاء؟ نعم. نعم أحيانا إذا كانت نعم. إذا كانت فاؤه صادا وضادا تغلب الطاء ضاء، تغلب التاء طاء. أحسنت. أو طاء أو ضاء، صح؟ أو ضاء. نعم. نقول الجواب إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو ضاء أو ضاء، ماذا؟ قربت قربت تاؤه طاء، قربت تاؤه طاء. طيب، نريد افتعل من الصبر. الصبر في الماضي منه صبر، يصبر، اصبر صبرا، اصطبر. اصطبر
صح، لكن نبدأ بأول خطوة. أحسنت، نعم صحيح، نعم حتى نسل. بعضكم ما شاء الله يعني درستم وفهمتم الحمد لله يعني سابقا، وبعضكم يعني تكون المعلومات جديدة عليكم، فنبدأ يعني خطوة خطوة. نعم، فيكون مراجعة لبعضكم ويكون معلومات جديدة إن شاء الله للآخرين، وكلنا نستفيد إن شاء الله. اصطبر، صحيح، هذا صحيح، كلامك صحيح، أحسنت. لكن نبدأ من أول خطوة. نعم، إذا نريد صبر، صبر على وزن افتعل، فماذا نقول؟ صبر، ما وزنه؟ فعل، وزن فعل، وزن فعل. إذا نريد افتعل، افتعل. طيب أين فاء الكلمة؟ صاد. عين الكلمة؟ ها، باء، صح. لام الكلمة؟ الراء. طيب الألف زائدة للوزن والتاء زائدة للوزن. إذن عندنا استبر، صبر على وزن افتعل تقول استبر، استبر، استبر. فهمتم؟ استبر، يستبر، استبر، استبارا، هذا هو الأصل. وأيضا يعني قرب الصاد بالتاء فيها في هذا القرب أيضا يعني صعوبة، فلذلك نأتي إلى هذه القاعدة. فتقول إذا كانت فاؤه صادا، يعني إذا كانت فاؤه افتعل صادا مثل هنا، ماذا نعمل؟ نقرب التاء طاء، فنقول إس طابرة. وهذا هذا الحمد لله سهل، صح؟ ما هو الأيسر؟ استبر أو استبر؟ عندما تأتي بالصاد اللسان في مخرج الطاء في نهاية النطق، صح؟ تقول استبر. أما استبر يعني هو سهل، أما أن تحاول أن تخرج التاء يعني هذا فيه صعوبة بعد الصاد. استبر، استبر. إذن استبر، هم يقولون استبر. وأمر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، واصطبر عليها. نعم، يعني في القرآن. إذن صبر على وزن افتعل ماذا نقول؟ اصطبر، صرف. يصطبر، اصطبر، واصطبر عليها استبارا، استبارا. نعم، استبر فيه في هذا الوزن معنى زائد، يعني أنه يعني أن تصبر بقوة وشدة وتجاهد نفسك على أن تصبر، فيه معنى زائد على صبر، يعني لا تصبر بل استبر، يعني جاهد نفسك على المصابرة وعلى الصبر. نعم، استبر. المهم استبر، يصطبر، استبر، استبارا على وزن إف افتعل. وكذلك جميع تصريفاته، تقول مثلا اسم فاعل، اسم فاعل من استبر، من استبر، من استبر، اسم فاعل، أخذ اسم فاعل، صح؟ صح؟ مستبر، ها اسم مفعول، مستبر، مستبر، المستبر. نعم، مستبر، مستبر. يعني المهم أن هذا يكون في جميع، يعني هذه القاعدة تطبق في جميع تصريفات الكلمة، واضح؟ فهذه الأولى، متى تقلب تاء افتعل طاء؟ الأول إذا كانت فاؤه صادا مثل استبر. طيب الصلح، الصلح من صرحة أو من صلحة، صلحة يصلح، أصلح صلحا، صلاحا. ضع صلحة على وزن افتعل. أحمد، صلحة، صلحة، اصطلح. صرف عبد السلام، اصطلاحا. أخي جلال، اسم فاعل من اصطلح. جلال،
اسم فاعل. أها من اصطلح أخذنا أوزان نزيد فيه صح؟ نعم نعم اصطلح مو مصطلح مصطلح والاسم المفعول مصطلح 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 حديث درست مصطلح حديث يعني هذا من هنا أصله مصطلح أو مصطلح مصطلح لكن لا نقول مصطلح نقول مصطلح مصطلح الحديث نعم المهم يعني الصلح الصرح على وزن افتعل اصطلح اصطلح يصطلح اصطلح اصطلح واضح سؤال ها المصطلح المصطلح هي الكلمة اتفاق طائفة يعني يقولون اتفاق طائفة مخصوصة على لا على معنى مخصوص في لفظ مخصوص طائفة مخصوصة مثلا الفقهاء هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن يستعملوا السنة بمعنى مخصوص السنة عندهم يقابل بدعة أو يقابل واجب مثلا عند الفقهاء والسنة عند المحدثين لهم اصطلاح آخر واتفقوا على نفس اللفظ بمعنى آخر الخبر والنوحات صح فالخبر عند اصطلاح النوحات يعني هو الجزء الذي يكمل المعنى من الجملة الجزء من الجملة يعني يأتي مع المبتدأ صح ما يتحدث عنه يخبر عنه وأما الخبر عند المحدثين فهو له معنى آخر له معنى آخر نعم ولكل طائفة اصطلاحها فهمت؟ طيب هذا الأول طيب إذا كانت تاء افتعل إذا كانت فاء افتعل ضادا مثلا نريد افتعل من الضرب من الضرب ماذا نقول ضرب يضرب اضرب ضربا طيب نضع ضرب على وزن افتعل ماذا نقول أصله أن نقول ماذا ها اضطرب يضطرب اضطرب اضطرابا هذا أصعب من الصاد صح هذا أصعب من الصاد استبر اضتبر عفوا اض ماذا اضطبر طبر ضرب اضتبر نعم فنقول يعني من الضرب الضاد هنا والراء هنا والباء هنا فنقول اض ترابة والقاعدة تقول إذا كان إذا كانت فاء افتعل ضادا تقلب تاؤه ماذا؟ طاء فنقول اض طربة اض طربة وهذا أي هذا أسهل بكثير صح؟ اض طربة اض طربة بعد النطق بالضاد اللسان في مخرج الطاء ينتهي إلى مخرج اضطرب لا تعمل كثيرا الحمد لله اضطرب يضطرب اضطرب اضطرابا اضطرابا واسم مفعول اسم فاعل عفوا مضطرب هذا أيضا من مصطلح حديث الحديث المضطرب حديث هذا فيه اختلافات كثيرة اختلف الرواة فيه كثيرة أخطاء فيه كثيرة مضطرب يعني شيء يضطرب هكذا يضطرب واسم مفعول مضطرب مضطرب المهم اضطرب على وزن
افتعل، وأصل اضطرب 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 اضطرب. طيب بعد ذلك الطاء، الطاء من مثلا طرد، الطرد طرد يطرد، اطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طرد يطرد، يطرد اطرد يعني طرده من المسجد اي اخرجه، طرده من المسجد يعني اخرجه، اخرج اطرد هذا الرجل. ها طرد هكذا، ترمي به هكذا، هذا هو المعنى. طرد يطرد، نعم. لكن المهم طرد على وزن افتعل. اط طرد، اط طرد، اط طرد، هذا اسهل واصعب صح. اط طرد، اط طرد، ها فماذا نقول؟ لمت تارد، فتطلب هنا التاء طاء، فنقول ودغيمت. نعم صح، هنا يحضر إدغام بسبب يعني قاعدة أخرى. إط طارد، ثم إذا كان هناك حرفان من جنس واحد تدغمون الأولى في الثانية، فتقول اضطرد 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 يضطرد اضطرد اضطرادا اضطرادا، والفاعل مضطرد والاسم مفعول مضطرد مضطرد. فهمتم هذا؟ هذه قاعدة مضطردة يعني مستمرة لا تتغير، يعني اضطرد يعني استمر لا يتغير. اضطرد يضطرد، والمهم اضطرد على وزن افتعل، أصله اضطرد اضطرد اضطرد، واضح؟ نعم. طيب بعد ذلك الظاء، الظاء من الظلم، الظلم ظلم يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. ظلم، إن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. طيب ظلم على وزن افتعل ماذا نقول؟ يظلم تلم، يظلم نقول يظلم يضترم، يضترم اضتلاما، هذا في صعوبة صح؟ مضترم مضتلم. إذن القاعدة تقول هنا نقلب التاء طاء، فنقول اضطلم 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 يضطرم، اضطرم اضتلاما، اضطرم يظلم، اضطرم اضطراما. فهمتم هذا؟ نعم. بقي في او من خصائص هذا الوزن خصيصة واحدة ناخذها، ناخذها جزاكم الله خيرا. الثالثة صح؟ نجعله سؤالا. يعني هذه فوائد موجودة في كتب الصرف، منها هذا الكتاب الذي أمامي اسمه تصريف العزي، وكتاب صغير الحجم ولكنه مفيد جدا إن شاء الله. يعني الآن نأخذ منه هنا هناك أشياء يسيرة، وإذا وصلتم إن شاء الله بعد المستوى الرابع ندرس هذا الكتاب والكتب بعده إن شاء الله. هذه مقدمات إن شاء الله.
متى تقلب التاء افتعل دالا؟ متى تقلب تاء افتعل دالا؟ متى الجواب؟ إذا كانت فاؤه دالا وذالا. دالا صح، أحسنت عبد الوهاب. أو ذالا أو ذالا أو ذالا أو زاين أو زاين. زاين نعم. قريبات تاؤه دالا دالا. قريبات تاؤه دالا. مثلا من درأ فدرأوا عن أنفسكم الموت كنتم صادقين. فدرأوا درأ يدرأ ادرأ درأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول الفقهاء الدرء درأ ها درأ بمعنى دفع، الدرء الدفع نعم الدرء الدفع. ف يعني الدرء يعني بمعنى الدفع، بمعنى الدفع. دفع يدفع دفعه. ما معنى دفعه؟ هي هوستم. درأه نفس المعنى درأه. ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادق. Repel death from yourselves if you are truthful. If you're truthful, you're not going to meet Allah. And the Quran is not true. فدرأوا عن أنفسكم الموت. درأوا دفع عفوا دفع. إذن درأ درأ بمعنى دفع. طيب نريد درأ على وزن افتعل ماذا نقول؟ إد ت را أ إد ترأ إد ترأ. فالقاعدة تقول إذا كانت فاء افتعل دالا تقلب تاؤه دالا. إذن نقول إد ترأ إد درأ. طيب إذا كان هناك حرفان من جنس واحد تدغم الأولى في الثانية صح؟ نعم. فنقول إد درأ إد درأ يد درئ إد درئ إد درأ إد درأ. فهمتم؟ هذه النهاية إد درأ إد درأ على وزن افتعل على وزن افتعل. أصله إد ترأ إد ترأ إد ترأ. فتقلب تاء دالا نعم ثم تدغم الدال الأولى في الثانية فتقول إد درأ إد درأ. واضح؟ أو ذالا من الذكر. أمن الذكر الذكر عكسه ها غفلة. نعم صح نسيان أقرب صح. الذكر ذكر الله عكس الغفلة عن ذكر الله صح. والذكر يعني عموما لغة نعم أحسن عكس النسيان نعم. فالذكر الفعل الماضي منه ذكر
ذكر يذكر اذكر نعم ذكرا ذكرا فذكر على وزن افتعل ماذا نقول إذ تكر إذ تكر صح إذ تكر يذكر إذ تكر إذ تكر ماذا تقول القاعدة هنا الفاء ذال إذا كانت الفاء دالا تقلب تاء دالا إذا نقول إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكر هكذا إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكر وهناك لغة أخرى وهو أو وهي بعد هذه المرحلة أن تقلب الدال ذالا فتقول إذ ذكر يعني هو ممكن أن نقول إذ ذكر هذه لغة إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر هذه لغة عربية فصحى وأيضا لهذا الكلمة وبهذه الكلمة لغة أخرى بعد هذه المرحلة أن تقلب الدال ذالا ثم تدغم الذال ذال الفير إلى الذال الثاني هذه فتقول إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكر ها يذكرون يأتي في القرآن هكذا صح إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكر لقوم يذكرون لقوم يذكرون يذكرون هذا هنا يعني لقوم يذكرون لكن لا تقول يذكرون لا إما تقول يذدأني في خارج القرآن إما تقول يذكرون أو يذكرون هناك لغة ثالثة وهناك لغة ثالثة وهي بعد الخطوة الثانية أيضا يعني نأتي إلى إذ ذكر ثم نقول إذ ذكر وممكن أن نقلب الذال ذالا فتدغم في الثانية فتقول إذ ذكر يذكر اذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما معنى من مدكر يعني مذكر يعني مذكر أصله مذكر يعني الذي يذكر يعني يجتهد يتفكر ويتذكر تمام فهل من مدكر يعني مدكر اسم فاعل من إذ ذكر من إذ ذكر يعني مدكر والاسم مفعول مدكر أو مذكر أو مذكر صح فهمت أنت معي نعم فهمت أنت في مكان آخر أين أنت؟ أفهم أنت معي أنت معنا أحمد مع أنت معنا الأخوة في زوم أنتم معنا نعم نعم نحن معك من معك من معنا في زوم ما شاء الله سعيد جلال نعم السلام عليكم محمد دايم ديالو مرحبا ياسين أهلا وسهلا أبو معاوية دكتور عبد الله حمزة مرحبا أهلا وسهلا الحمد لله بارك الله خيرا أنتم بعد ذلك زي سؤال ها يذكر ها
سيذكر من يخشى يذكر. اها اها نعم افتعل يفتعل ها ما هو الفعل؟ ها هذا وزن آخر يذكر يذكر صح؟ هذا وزن تفعل هذا وزن تفعل عفوا ها هذا الوزن له خصائص ايضا ويعني هذه الخصائص بعضها مشتركه عفوا انا قلت في اولها ليست يعني هي خاصه بهذه لكن بعضها مشتركه في وزن تفعل وتكون قريبه من تفعل لكن ليس يعني تماما تماما لكن قريبه من تفعل وزن تفعل ايضا مثلا تزين تقول ازين لكن هذا يختلف يضيفون اليه همزه ناتي عليه ان شاء الله شيئا فشيئا يعني هذه من خصائص افتعل نعم طيب هذا تفعل الله اعلم أنا نحن زين صح؟ نعم طيب من الزجر ما معنى الزجر؟ زجر يزجر أزجر وأما اليتيمة فلا تقهر وأما سائلة فلا تنهر تنهر هذا المعنى نفس المعنى لكن وزن آخر زجر يزجر أو كلمة أخرى زجر يزجر أزجر زجرا زجره أي نهاه بشدة مثلا النهي تقول لك لا تفعل والزجر أن تشتد في النهي أقول لا تفعل يعني أن تكون مع قوة مع شدة النهي مع شدة هذا هو الزجر نعم منعه بشدة بقوة منعه يعني نهاه النهي بشدة هذا هو الزجر هو نهي وزيادة واضح زجر يزجر أزجر زجرا طيب إذا نريد زجرا زجرا زجر يزجر طيب على وزن افتعل ماذا نقول إز ت جرى إز تجرى يزتجر إزتجر إز تجارا ماذا تقول القاعدة إذا كانت فاؤه فاء افتعل زين زين ماذا قربت تاء دالا فماذا نقول إز دجرة ازدجرة ازدجرة وقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر نعم مزدجر فيه مزدجر 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 ازدجر يزدجر ازدجر ازدجارا نعم ازدجارا اصله ازتجر فاذا ازدجر على وزن افتعل مثله من الزحمه الزحمه ما معنى الزحمه؟ منع منع ناس كثيره لا زحمه زحمة الزحمة يعني يكون في الطريق زحمة يعني ناس كثير ناس كثير في الشارع في الشارع زحمة
مزدحم. المسجد ما شاء الله في 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 رمضان المسجد ما شاء الله في زحمة في صلاة التراويح الحمد لله. نعم. إذن الزحمة على وزن افتعل. ازتحم ازتحم صح؟ أصله ازتحم يزتحم ازتحم ازتحاما. لكن ما حال نقول ازتحم؟ لا، القاعدة تقول إذا كانت فاء افتعل زيا تقلب تاؤه دالا فنقول ازدحم يزدحم ازدحم ازدحاما. الازدحام يعني الزحمة، والازدحام على وزن افتعال. الازدحام على وزن افتعال. نعم. يزدحم الشوارع، يزدحم أو تزدحم الشوارع، يعني تكون الشوارع مزدحمة، يعني فيها ناس كثيرة. مزدحمة يعني مفتعلة من الزحمة. واضح؟ هذه بعض الفوائد اللغوية وجدتها في هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت، نستنبطها من هذا. كيف وصلنا هنا؟ لأن اتقى على وزن افتعل وفاءه واو، فتقلب الواو تاء، وهذا من خصائص هذا الوزن. وبالمناسبة هذا الوزن له خصائص أخرى أخذنا منها، يعني أخذنا منها شيئا الحمد لله. فهمتم؟ هناك فوائد أخرى تناسب يعني مستواكم، نأخذها إن شاء الله. منها إعراب المعتل، الفعل الناقص. الفعل الناقص له إعراب خاص صح؟ إعراب تقديري، وما أخذنا الإعراب التقديري. نعم. وأيضا يكون مجزوما بحذف، وما أخذنا هذا أيضا. الفعل المعتل صح؟ معتل اللام يكون مجزوما بحذف حرف العلة كما هنا. اتقي، هات ماذا تقول؟ اتقي الله، لا اتقي، اتقي الله بحذف الياء، بحذف الياء، لأنه مجزوم ولامة جزمه، أو لأنه يعني مبني على ما يجزم به، في العمر مبني على ما يجزم به، والفعل المضارع يجزم يعني بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. سنأخذ هذا أيضا، هذا من الفوائد اللغوية التي سوف نراها إن شاء الله في هذا الحديث العظيم. وعليك أن تحفظ الحديث، عليك أن تحفظ الحديث، وأن تستمع إلى الدروس المسجلة، وأن تحضر من الآن بعد المغرب إلى أن نكمل الفوائد الفقهية والسلوكية من هذا الحديث العظيم. ونكتفي بهذا. هل لديكم أسئلة؟ نعم. نعم. هذه الأوزان، الأوزان المزيد فيها، كل وزن له معاني مختلفة، كل وزن له يعني 3 إلى 5 أو 6 معاني. نعم. فلها، نعم، لها معاني مختلفة. هذا درس كبير يأتينا إن شاء الله، درس كبير ومفيد. أخذنا هذا الدرس صح؟ معاني الأوزان المزيد فيها، من معنى وزن افتعل الاجتهاد، الاجتهاد في حصول الفعل. نعم. نعم. أين نستطيع أن نجد معاني الأوزان؟ اصبر معنا أن تجدها إن شاء الله قريبا. تجد معاني الأوزان في كتاب، في كتب الصرف، من أي صارها؟ التطبيق الصرفي، وهي موجودة أيضا في شذا العرف، هو أحسن كتاب يعني شذا العرف، وأيضا في الصرف التطبيق الصرف، تطبيق هذا كتاب سهل وموجود هناك، وأيضا كتاب الصرف
الواضح تقريبا موجودة في هذه الكتب، أحسنها شذر عرف، وأيضا في أخذنا في كتاب البناء أظن، لا أخذنا المعاني في كتاب البناء صح؟ أها في كتاب البناء، في كتب الصرف هذه مسألة معروفة سوف ندرسها إن شاء الله، لكن شوية شوية إن شاء الله. الإخوة في زوم على دب نعم عندي سؤال. نعم تفضل. نعم يعني الفعل يعني افتكر يعني على الوزن افتعل، ما هو ما أصله يعني ذكر 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 أصله ذكر ذكر يذكر واذكروا طيب. الله كثيرا لعلكم تفلحون أصله ذكر ذكر يذكر نعم ناسية ناسية نعم كيف وصلنا يعني نريد ذكر ذكر على وزن افتعل من يريد أن يخرج فتفضل من الأخوة تحتاج انصراف نعم هو له تفضلوا افتعل على نعم. نريد ذكر على وزن افتعل صح؟ صح ماذا نقول؟ يعني افتكر 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 القاعدة تقول إذا كانت فاء افتعل ذالا تقلب التاء دالا أيوة فنقول ماذا؟ يعني إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر هذا أيوة. هو الأصل في هذه الكلمة إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكارا هذه اللغة الأصلية ثم هناك لغة أخرى وهي قلب الدال ذال فنقول إذ ذكر إذ ذكر فيصير إذ ذكر إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكارا أصله إذ تذكر ثم كانت إذ أو كان ثم كان إذ ذكر الآن صار إذ ذكر لقوم يذكرون هذا قصدك صح هذا عفوا المثال لا يصلح صحيح أحسنت فهمت الآن لقوم يذكرون لأن الكاف هذا وزن تفاعل هو موجود هنا أيضا ندخله إن شاء الله هذا الوزن ليس موجودا في حديثنا فنخفزه طيب إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكارا في آخر سورة الغاشية ماذا؟ إنما أنت أو أيضا في سورة الآلة كيف؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى سيذكر من يخشى سيذكر هذا أيضا تفاعل طيب على كل هذه اللغة ثابتة عند العرب إذ ذكر يذكر إذ ذكر ذكارا كنت أبحث عن مثال في القرآن لكن خلط علي اختلط علي جزاكم الله خيرا طيب المثال أو اللغة الثالثة فهمتم إذ ذكر أصله إذ ذكر ثم قلبت الدال ذال وأدغمت الذال في الذال فتقول إذ ذكر يذكر إذ ذكر إذ ذكارا هناك لغة ثالثة من إذ ذكر من إذ ذكر ما أصل إذ ذكر أصله إذ ذكر طيب ثم صار إذ ذكر لا نقول إذ ذكر نقول إذ ذكر ومن إذ ذكر أيضا
أن تقرب الذال هنا دالا، تقول إذ ذكر فيصير إذ ذكر، إذ ذكر يدكر، إذ ذكر الذكارة. ما معنى إذ ذكر؟ إذ ذكر، إذ ذكر، إذ ذكر هو إذ، هو نفس الكلمة، هذه لغة أخرى في نفس الكلمة. في اللغة العربية ممكن أن تقول إذ ذكر، وممكن أن تقول إذ ذكر، وممكن أن تقول إذ ذكر، كلها بمعنى واحدة، كلمة واحدة، هذه كلمة واحدة. هذه كلمة لها ثلاث لغات، ثلاث، لها ثلاثة يعني أساليب في نطقها أو في النطق بها. ممكن أن تقول إذ ذكر، هذا صحيح. ممكن أن تقول إذ ذكر، وهذا صحيح. وممكن أن تقول إذ ذكر، وهذا صحيح أيضا. أما إذ ذكر ليس بصحيح. كيف ليس بصحيح؟ هو الوزن، هو الوزن نعم، لكن العرب لم تتكلم، لم تتكلم بهذا الوزن، العرب لم تتكلم بهذا الوزن. فهناك أوزان، ثم هناك استعمال العرب للأوزان، فهمتم؟ يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا بد من اجتماعه يعني عندما نتحدث باللغة الفصحى، فهمتم؟ خلاص انتهينا. عندما أنت مذكر، هذا ليس فيه شيء، ذكر يذكر وذكر، أنت مذكر، هذا على وزنه. نعم، من وجد مثالا في القرآن يأتي به إن شاء الله، ها ابحث. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.